الكوارث اللي يمكن بتلم بكل العالم، ولكن في السودان الآن كمان ظهرت لنا مشكلة جديدة، وهي ليست بالجديدة إنما هي قديمة ومتجددة كل عام، كارثة السيول والأمطار اللي يمكن أثرت تأثير كبير وبليغ في أهلنا على امتداد السودان من جنوبه إلى شماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. وحقيقة الواحد سعد كثير جدا أنه في بعض الأنباء اللي تحدثت عن، يمكن تابعناها في الأخبار، عن مستوى النيل نزل شوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يخفف على الناس، وأنه الناس يكونوا يد واحدة ويساهموا ويساعدوا في درء هذه الكوارث. ودي مناشدة لأخوان الرياضيين، وهم معروفين بيدهم الطويلة دائما بتقيف مع الناس في الإحن والمحن، ودائما الرياضيين هم السباقين، ونحن بنناشدهم من زمن الرياضي من خلال قناة الشروق إنه يقيفوا مع أهلهم ومع أخوانهم ويمدوا يد العون، وهم القادرين، الوسط الرياضي من أصغره إلى أكبره هم قادرين أن يقدموا لهذا الوطن ولأهلنا في كل بقاع السودان. وأنا سعيد إنكم معي في هذه الحلقة الأستاذ إسماعيل عثمان، نائب الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال. أنا برحب بك كثير جدا أستاذ إسماعيل، وسعيد أنك تكون معي داخل الاستوديو. مرحبا أخونا معتصم، ومرحب لقناة الشروق. بداية أزول سعيد بالحضور، ونحب أنه في القطاع الرياضي ونيابة عن جماهير الهلال نواسي ونشارك أخواننا الذين يعني حقيقة تضرروا بمسألة السيول والأمطار، ونشاركهم ونتفاعل معهم، ونامل أنه يعني كشعب سوداني تعود على التعاون والتعاضد أنه نقدر نقدم لهم ولو مساعدات معنوية ومادية ونقيف معهم، وخاصة هم يعني فقدوا يمكن بعض من عزيزين لديهم وفقدوا أموال وممتلكاتهم، وإن شاء الله يلقوا مننا كل السند والعضد. ونحيي الشعب السوداني، ونامل أنه نغيف ونتكاتف كلنا مع بعض من أجل الشعب السوداني ومن أجل الرفاهية ومن أجل أنه نواسي بعض ونشارك بعض ونساعد بعض إن شاء الله. يعني نعم أستاذ إسماعيل، كلامك صحيح، ويعني نترحم على الرحل بفعل هذه السيول والأمطار والفيضانات. وزي ما قلت أستاذ إسماعيل، لأن أنا في بدايتي تكلمت عن الوسط الرياضي، الوسط الرياضي أدواره كبيرة ودائما هو السباق. والله الوسط الرياضي ما هو تفاعل الوسط لجماهير الشعب السوداني، نعم، كل القطاعات، فلا بد أن تكون يدنا طولة، وده يعني جزء أصيل أو يعني ناس أصيلين في الشعب السوداني يجب أن نواسيهم ونشاركهم، يعني فقدوا عزم عليهم، نعم، كان مال كان ولد كان يعني مال، نعم، فما يعني أصل الناس بيفترشوا العراء وموجودين، فلا بد من هنا نناشد كل القطاعات، وإن شاء الله نحن في نادي الهلال سنعمل إن شاء الله من أجل أنه نقدر نساهم مع الآخرين في درء هذه الكارثة. أكيد من كل القطاعات الشعب السوداني ما غريب عليكم في نادي الهلال، وجودكم دائما، وأنا بحييك. ونحن يعني يمكن أستاذ إسماعيل سنين ما التغنى من الحصحيصة. والله طولنا، لكن إن شاء الله في الغلب، في الغلب إن شاء الله. الله مرحب بك. وبداية لجنة التطبيع في نادي الهلال، يعني ياريت يعني ترسم لنا ملمح عن الأوضاع في نادي الهلال. يعني أنتوا بعد ما استلمتوا، الأوضاع في كل الأندية فيها مشاكل كبيرة جدا، يعني كل الأندية حتى الأندية الكبيرة الهلال والمريخ المشاكل عظيمة وكبيرة في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل الجائحة وفي ظل كثير من المشاكل. والله بحمد الله نحن في لجنة التطبيع منذ أن تم تكليفنا حقيقة في اجتماعات مستمرة، ومواصلين عملنا ليلة نهار من أجل أنه نحن بقدر الإمكان نقدر ننجز المهام المقررة لنا حسب التكليف الصادر من الاتحاد العام، اللي هو في 5 نقاط أهمية، اللي هي مسألة العضوية، مسألة النظام الأساسي، مسألة تسيير النشاط، التجهيز للجمعية العمومية الأولى، ومن ثم الجمعية العمومية للانتخاب. نعم. مسألة العضوية يمكن نحن دورنا فيها إداري بحت، كلف بها لجنة برئاسة الأستاذ المحامي الطيب العباسي، وإن شاء الله نحن كمجلس نكون سند له، حتى اللجنة تقوم بأعماله في مسألة العضوية في حيادية وعمل يعني يشرف الهلال، وحتى أن الجمعية العمومية تكون باسم وغامة الهلال، وتختار من تراه مناسب في جو ديمقراطي صحي إن شاء الله. نعم. طيب نتكلم عن العضوية. إذا تكلمنا عن العضوية، ودائما أنديتنا يعني إذا غرناها بالأندية القريبة مننا عضويتها ضعيفة وفقيرة جدا، يعني أنا داري أعرف يعني العضوية، وإنتوا في الفترة الضيقة دي هل يعني حيكون في فتح لباب العضوية، ولا يعني أنا ما أعرف
والله يا استاذ معتصم، هو طبعا احنا في التكليف يمكن مساله العضويه دي تم تكليف الاستاذ الطيب العباسي، الطيب العباسي ليكون مشرف عليها. نعم بتكاليفه هو عضو اللجنه القانونيه بالاتحاد العام. فالملامح الرئيسيه والشروط الاساسيه يمكن موكول بها هو، ونحن كلجنه لجنه تطبيع بيكون مهامنا يعني دوري اداري رغابي اكثر من هو عمل في نعم في الجمعيه في الجمع في لا عمل في العضويه من ناحيه فنيه. يعني مساله فتح العضويه والتاسيس والاشتراك وكل الضوابط دي والطعون منص بها الطيب العباسي ولجنته. نحن شق اداري ونشرف على نهايه الاجواء حتى انه نكون ما نكون جزء من الصراع في العضويه ودمج. انتوا سند، نحن سند ودعم دعم ليه، ونقيف زي ما يقولوا باعتبار لجنه محايده تاسس لجمعيه عموميه تكون مثاليه تمثل جماهير الهلال وقاعدته حتى تمارس دور الديمقراطي في اختيار مجلس اداره قادم ان شاء الله. نعم الاسماء الكثيره الموجوده في الهلال والجماعات ما عامله لكم شويه ربكه؟ والله بالعكس، نحن ذاتنا جزء من الجماعات والحراك الموجود يعني ما نقدر، لكن الحمد لله بعد جينا لجنه الطبيعه يمكن قالينا عن انفسنا من اول يوم انه نحن خلاص بعد ده بنمثل كل جماعه الهلال وكل قطاعاته في زي ما يقولوا مسافه واحده من كل القطاعات، لا نمثل جهه لا ننتمي لجهه بس الهلال، وعلى مسافه واحده من كل التنظيمات. بالعكس يعني في قرار بتاع مجلس لجنه التطبيع في انه نحن نقوي برلمان من كل هذه التنظيمات والقطاعات ورواد النادي والروابط باعتباره روافد اصليه واصيله في نادي الهلال. نعم. دي كلها تعمل زي برلمان او يعني مجلس الناس يشاوروا ويخطوا الخطط على اساس انه كلنا مع بعض نكون مشاركين في وضع القرار وصنعه ومشاورين فيه، وحتى نعبر ب الفترة بتاعة التطبيع دي تكون فترة مثالية متوحدين فيها نلم فيها شملنا نمشي بالجمعية العمومية بروح طيبة تنافسية، بعد ذلك كل زول وهو عايز يشتغل في الجمعية العمومية يلقى حظه، وإن شاء الله نهني الفايز ونسلم الهلال ونقول السلام عليكم. نعم طيب تقول السلام عليكم، ما عندكم نية تكونوا في الجمعية أو في المجلس القادم مثلا؟ والله يا أستاذ معتصم أقول لك بصراحة شديدا، نحن هسه الآن شغالين بنفتكر أنه عندنا مهمة أساسية خمسة مهام رئيسية موكلة لنا يجب أن نديها بتفاني وبتجرد شديد جدا وما ندخل في أي صراعات تشيل منا الحيادية دي. نعم. بصوت واضح شديد جدا. نعم. أصلا في دواخلنا ما في زول، يعني أنا أكد لك اللجنة ما في زول عنده إحساسا والله هو داير يشتغل عشان يجي. نعم بالعكس عندنا إحساسا والله مهمة، نحن لسنا أفضل أشخاص في الهلال، الهلال ده فيه أبناء كثر عملوا بجهد وإخلاص وما زالوا يواصلونا وفي من ماتوا، نحن يعني زي ما بيقولوا نسأل الله أنه ربنا يدينا نقبة نقطة في تاريخ الهلال أنجزت من ضمن الإنجازات اللي تقدمت، لكن ربنا أتاح لنا أنه فرصة أن نشتغل نخدم الهلال فإن شاء الله في الفترة بتاعت الأربع شهور دي نكون بقلب واحد يد واحدة وسندنا الجماهير بعض ربنا وإن شاء الله نكون نقدم شيء وقدر التحدي قدر التحدي إن شاء الله. ما بتفتكر الزمن ضيق ولا يعني؟ والله العمل في الهلال ده عمل شاغ ومضني، يعني الأربع شهور دي بحساب الايام اربع شهور، لكن بالنسبه لحساب الشغل والتكاليف ممكن تكون اربع سنين. نعم فعشان كده المساله يعني الحمد لله كمجلس او كلجنه بتاع التطبيع يمكن مقسمين نفسنا على اربع مجموعات، قطاع رياضي، امانه عامه، استثمار، نظام اساسي، عضويه، كل اعضاء من الرئيس الى كل الاعضاء شغالين ليل نهار في انه نحن المهام دي كل يوم كل اجتماع بنمسكها واحده واحده، عملنا شنو، دارين نعمل شنو، خاصه وانه يعني عرفت هسه وانا جاي انه خلاص البرمجه بتاعت الدوري بدات. نعم. واخوانا في القطاع الرياضي برئاسه اخونا الطاهر يونس نائب الرئيس والاخ نزار مالك عضو مجلس لجنه التطبيع نائب له شغالين ليل نهار والحمد لله قدروا يهيئوا الجو ودخلوا معسكر وان شاء الله نكون يعني الهلال جاهز ونادي ننهي موسم نشرف الهلال والهلال لسه في الغيمة إن شاء الله. ده كلام كويس. طيب أنا دار أسأل سؤال، يعني لجنة التطبيع رغم أنه عددها قليل لكن شايف يعني فيها مجموعة من تجمعات الهلال، ده بيساعد كثير في عملكم؟ والله نحن يعني اللي بيساعدنا ونامل أنه نوفق فيه أنه نحن
عايزين نفتح الباب لكل زول ممكن يساعد. يعني ما شرط يكون ما نصنف الناس بانه يعني ده من وين وجاي وده ضد وده معه، لا نحن مع الكل. اي بدون تنظيمات بدون اي زول بنفتكر انه هو مفيد يقدم نفسه او نحن حاسين انه مفيد، الباب مفتوح مفتوح ولن نستطيع ان ندير الهلال كتسعة اشخاص. نعم. يديروا الاف ديل موجودين في الرموز، موجودين في الاقطاب، موجودين في رابط المشجعين، في الرابط بتاعت النادي، ناس النادي جزء اصيل، ديل كلهم بيمثلوا القاعده اللي احنا بنستند عليها عشان تكون عون وسند بعد ربنا لعملنا ان شاء الله في المرحله القادمه. الخمسه اشياء او الخمسه نقاط من التكليف هي النشاط الرياضي، والنشاط الرياضي ده دائما هو احيانا يكون القش التي تقسم زهر البعير. يعني النشاط والهلال يمكن الفتره اللي فاتت غاب اكثر الانديه يمكن غابت عن الاستعداد، ده برضه بشكل عليكم ضغط ومحتاج جهد اكبر. والله حقيقه نحن يمكن من اول اجتماع اول قطاع تم انشاؤه لاهميته يمكن القطاع الرياضي. نعم. وبدا طوالي من اول يوم في التكليف او ثاني يوم من التكليف بعد اجتماع بدوا في اتصالات وتجمع اللاعبين. نعم. والحمد لله بفتكر انه وفقوا من هنا زول بشيد اشاده خاصه بهم لانه اجتهدوا كثير جدا ووفقوا في انه يجمعوا اللاعبين، يجمعوا الجهاز الفني، تكون في كل الترتيبات انه نحن كيف نستعد، وتحسبنا لما سيحصل والحمد لله كنا جاهزين له. نعم. اللي بيساعدنا في ده انه والله لعبت الفريق القومي والهلال الحمد لله فيه 10 لاعبين ديل برضه بفتكر انها اساس متين في انه نحن نقدر نمشي لقدام لانه لعبه الفريق القومي كانوا مو جاهزين والهلال. نعم. فيه 10 لاعبين. نعم. فده بيساعدنا كثير يعني مواصلين تمارين ما في كلام. ما نعم. في كلام. من الاشياء المهمه جدا نتكلم عنها يعني الملف بتاع الخامس اللي احنا تكلمنا عنه النشاط حقوق اللاعبين، وانت عارف الظروف الاقتصاديه، عملت شنو في ملف حقوق اللاعبين؟ وهذا من الاشياء المهمه اللي عندها اثر نفسي على اللاعب. والله يعني الحمد لله اجراءات التسليم والتسلم بين المجلس السابق والمجلس الحالي ماشيه بطريقه كويسه، ونحن قبل ما نستلم بمجرد ما جينا يعني صرفنا استحقاقات شهر اغسطس. نعم. وبرضه من ضمن الحاجات مع استحقاقات شهر اغسطس الرئيس بصفة شخصية يمكن يعني تبرع بحافز مبلغ 5000 لكل العاملين من قطاع رياضي من عاملين من جهاز فني كل العاملين في النادي في النادي قطاع فني زائد إداري 5000 حافز شخصي له منه. نعم. فسلمناها والحمد لله برضو الليلة الموظفين والعاملين في النادي استلموا. التسليم والتسلم بينتهي إن شاء الله يوم الأحد، نعرف الحقوق بتاعت اللاعبين شنو وان شاء الله تتم تسويتها ومجلس الاداره والقطاع الرياضي جاهز لانه يدفع كل استحقاقات اللاعبين لانه دي حته ما فيها اي تهاون، مساله بتاعت معيشه واكل عيش الناس ما بتتعب سواء كانوا الموظفين او العاملين. نعم ده كلام جميل اصلا يعني. واكيد انا بفتكر انه البدايه يعني نحن كلنا لاعبين كوره وعارفين انه الاثر الحافز عنده تاثير كبير جدا. يعني البدايه انا بفتكر انها مبشره، وخاصه انك انت بتصرف لكل الطاقم الاداري والفني واللاعبين حافز هو اصلا يعني ما مستحق، يعني حافز من جيبك الخاص، وده انا بفتكر انه بدايه جيده قبل ما الناس زي ما قلت انت قبل يشوفوا حقوق اللاعبين. عندكم ملف انا عايز اتكلم عنه برضو، يعني داخل عليكم تسجيلات اللاعبين، احنا حنظل في اللاعبين ونشوف لانه هم اساس اللعبه يعني. ما في كلام. نعم. والله بالنسبه لي نحن كمجلس اداره كمجلس تطبيع او لجنه تطبيع حقيقه عند تكليفنا للاخوه في القطاع الرياضي برئاسة نائب الرئيس الأخ الطاهر يونس ونائب نزار عوض سلمنا يعني لكل الملف بما يختص باللاعبين الجدد أو القدامى أو تنقلات اللاعبين، ده جزء أصيل من اختصاصاتهم وفق التقارير اللي بتجي من الجهاز الفني لنادي الهلال. فالمسألة كلها وبرضه في قرار من مجلس الإدارة أنه القطاع الرياضي يستعان بلجنة استشارية من قدام اللاعبين حتى تساعد في اختيار وتمحيص اللاعبين. فإن شاء الله يعني نحن داخلين على مرحلة التنقلات وعدنا لها كل العدة بتناسب حسب الخطة الموضوعة من الجهاز الإداري والفني للقطاع الرياضي. نعم. واختيارات اللاعبين. نعم. وإن شاء الله لجنة التطبيع وواثقين في أنه نحن بقدر الإمكان حنحاول ونسعى جادين في أنه نختار أقوى العناصر فنيا
لتكون من ضمن كوكبة الهلال. نعم. وبنفس القدر اهتمامنا أنه نحن نضم كوكبة غوية وفنيا وللفريق، برضو في لاعبين يمكن يكونوا مفكوكين، لم نفرط في أي لاعب غادر وبذل وأدى الهلال في أنه يعني لازم يكون موجود حفاظا عليه، لأنه ده تاريخ ما بنفرط في أي لاعب من لاعبينا خالص، لأنه ده واجب عليه مقابل العطاء اللي قدمه، ويلقى مننا التقدير والإشادة، وفي أنه نحن لازم نحافظ على التيم. بعد ذلك يعني نشوف احتياجاتنا حسب رؤية الجهاز الفني، ومن ثم القطاع الرياضي يرفعه، وبعد ذلك تكون تصور موافق عليه فيها استشاريين وفيها إداريين، بعد ذلك الناس بيجوا يقعدوا إن شاء الله يحددوا يعني واثقين في أنه نحن حنطلع بتسجيلات تواكب وتكون ناجحة إن شاء الله للهلال في مستقبل الأيام. فالفرق السودانية في الفترة الأخيرة يعني يمكن توقفت أو أصبح التسجيلات الأجانب قليلة، خاصة أنت متابع الوضع الاقتصادي والتدهور والشيء الحاصل، يعني هل في الخاطر بعض اللاعبين الأجانب ممكن يكون في تسجيل أجانب؟ والله في الخاطر دي طبعا ممكن تكبر رؤية شخصية حقتي أنا، لكن نعم يعني ما تخطت كده بشكل، يعني هي تخطت أن تنقلات لاعبين مفتوحة، بعد ذلك القطاع الرياضي بشقيه بيحدد. لكن لو رؤيتي أنا بفتكر أنه يعني نحن لو دارين نجيب 6 لاعبين، 2-3 مجنسين وثلاثة يكونوا أجانب، أنا أفتكر لو قدرنا حددنا أنه والله نحن جبنا لنا 2-3 لاعبين ممتازين أفضل ممتازين ممتازين قاطعين زي ما نقول أفضل. أنا حاجة رأيي لك، صعب أنه أخلي لي لاعب يكون احتياطي وهو محترف، لكن لو أدفع له بالدولار. أنا هرجع لك بعد الفاصل لنقطة اللاعبين المحترفين، ولكن فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. مرحبا بكم من جديد. طبعا اخي اسماعيل، زي ما ذكرت انت، حوجه اللاعبين ان كانوا محليين او اجانب لابد يكون في جلوس وفي لجنه فنيه تحدد، وانتم كمجلس اداره او لجنه تطبيع حيكون عندكم التنفيذ، يعني ويبقى الرؤيه الفنيه. ده كلام جميل. يمكن في الفترات السابقه استاذ اسماعيل كان بيحصل في جميع الانديه في السودان التسجيلات كانت ما بتتم بالرؤيه الفنيه، وده كان واحد من المشاكل. والله هي طبعا بتقبل إشكالية أنه نادي القمة بصورة خاصة، صح؟ طبعا أندية جماهيرية لا ننكر المسألة فيها تأثير جماهيري كبير كبير جدا، وفي ضغوط يعني جماهيرية مفرض أو التسجيل نعم. ده ما تبرير، لكن في النهاية ده الواقع الموجود، ده حقيقة. لكن لو قدرنا نتجاوز الحتة دي بأنه والله زي ما بقولوا القطاع الرياضي زائد استشارية فنية زي ما نحن ناويين نعمل، أنا بتكون خلاص والله حسب والمدرب الخبز اللي خبازه ويزول في حتة ويشتغل شغله، ويا ريت نقدر، لكن دي طبعا ذاتها ما حتمر علينا نحن بسهولة يعني، صح الكلام سليم. لكن إن شاء الله نحن حنحاول نتجاوزها ونساعد نشرك فيها الفنيين أكثر، على أساس أنه يكون الرؤية فنية أكثر من أنها رؤية إدارية. نعم، عشان ما تجيب لك ناس يصرفوا بالدولار وحصلت علينا في السودان كثير جدا. يعني لازم اللاعب المحترف اللي بيجيبه ده، المحترف اللي بيجيبه ده لازم يكون في الميدان، الا يكون مصاب او رؤيه فنيه فقط او كذا، لكن غير كذا اذا في زول مستواه احسن منه الافضليه للاعب السوداني الموجود، يعني ده كلام سليم. ده لاعب وطني ما يجب لي لاعب اجنبي، ده كلام منطقي. اذا بيصنع الفارق انا داير اجيب لاعب يصنع لي الفارق، حتى لو واحد افضل لي من 3 ما يصنع لي الفارق. كلام واحد يصنع الفارق لما يلعب احس انه في فارق، 2 يلعب يصنع لي الفارق، لكن اذا يصنع الفارق اخلي المحلي. ده كلام من كل النواحي يعني، يا ريت يعني الناس والله دي نقطه كانت عامله مشاكل كبيره في الكره السودانيه. والله ان احنا بنتمنى انه نحن ربنا يوفقنا ان نمشي فيها، نتمنى والله، واللي قدام ان شاء الله المجالس اللي بتجي ان شاء الله تمشي ان شاء الله اذا الرؤيه صحيحه. ده كلام سليم. طيب اذا رجعنا لدائره الكره، هل الان موجود مدير الكره نادي ولا
والله طلع لي القرار من القطاع الرياضي بعد مشاورات، وطبعا انا زي ما قلت لك يعني بحمد الله انه الاخوه في القطاع الرياضي كانوا في الفتره الاخيره دي يعني زي ما بيقولوا خليت نحل متحركين. ليل نهار باحثين الجهاز الفني الاداري، وطلبناهم في في لجنه التطبيع انه يدونا هيكل زي ما طلبنا كل القطاعات الاخرى، انه كل زول يدينا هيكل تنظيمي للهلال، واللجنه يعني تناقشوا تدرسوا. تمحصوا تدرسوا تشوفوا الافضليه وين. نعم. فالحمد لله جونا بتصور متكامل من البدايه الى المعسكر، والتصور ده تم النقاش كبير جدا على يمكن 3 اجتماعات متواصله. فالحمد لله يمكن جاء توصيه منهم بانه عبد المهيمن اللمين يكون هو مدير مدير الكوره، الكرة. وفي اخونا الفاضل حيكون نائب له، وتكملة أخرى للجهاز الإداري. نعم. فالحمد لله يمكن من الليلة ولا بكرة أخونا يباشر. عبد المهيمن يباشر. لأنه فعلا هو منصب مهم وعنده تأثيره الكبير يعني. والله منصب مهم وتأثيره كبير، ومن هنا زول كمجلس لجنة التطبيع بنحب نشكر أنه الأخوان اللي كانوا مكلفين أو شغالين في أبو كمدير كورة أخونا خالد الزوم أو خالد النجر، وبنشكر مجهود وعمل المضني اللي عملوه. وحتى لما الناس عفوهم ده ما معناه هم سيئين أو ولا، أقل لكن قيم. نعم بفتكر تمام. انه ده يعني كل زول بيجي برؤيته، قطاع متكامل، مدير كرة جاي برؤيته بتفكيره، من حقه انه يختار الناس المساعدين نعم له، ودي سنة الحياة. شيء لكن طبيعي. ما تقليل من ابدا، بالعكس يلقوا مننا كل الإشادة والتغيير، وبفتكر عمله في ظروف صعبة صعبة جدا وتحمل المسؤولية، فما يلقوا مننا غير التغيير يعني كل التغيير. الشكر والثناء والتقدير، وشكرا لهم. وهنا أبناء الهلال يعني نعم. من الهلال مؤكد يعني أكيد، مؤكد ولعبوا وقدموا أدوار ما كبيرة. في كلام. نعم. إذا تكلمنا عن التدريب، يعني التدريب واحد من المشكلات اللي كانت صراحة الوسط الرياضي كله بيتكلم عن التدريب وتغيير المدربين في الأندية. يعني إذا مسكنا فريقي القمة مثلا فقط هلال والمريخ، كمية من التغييرات أثرت على المستوى، أثرت على الأداء، وكان عندها تأثير سلبي كبير جدا. أنتوا رؤيتكم شنو للتدريب؟ والله ملف التدريب ده يمكن ملف كبير، قد نحن في لجنة التطبيع اتصلنا في الفترة القادمة تقارير من القطاع الرياضي، وبعد ذلك يتم نقاشتها بواسطهم مع بعض الفنيين من قدام اللاعبين. لكن نحن في الوقت الحالي افتكر يعني بنأمن جدا على المدرب المحلي فاتح النجر. والفاتح النجر كابن من ابناء الهلال، وزول يعني له بصمات، وزول من بفتكر من المدربين ممتازين. يعني الممتازين، وعنده بصمته. وحتى التفكير في انه نحن نستعين بمدرب بفتكر دي في الوقت الحالي سابقه لاوانه، وخاصه انه نحن في فتره زمن ضيق 4 شهور. نعم زمن نقوم ضيق. نحدد لموسم جديد ومجلس اداره جديد، مدرب تدخله كمان تدخله في التزامات، التزامات تدخله قد يكون يعني الا اذا اقتضت الضروره انه والله رفع التوصيات من الجهات الفنيه والاختصاصيه انه في ضروره عاجله، لانه والله نحن بدنا المستقبل ده شيء اخر. لكن هسه في الوقت الحالي نحن مع المدرب المحلي، وبنفتكر كفء جدا ويملك كل الصفات انه في انه يكون مدرب للهلال في الوقت الحالي. نعم الا اذا جد الكابتن الفاتح النجم. نعم. وجهازه وطاقمه الفني. طاقمه الفني حسب رؤيه اللجنه الفنيه القطاع الرياضي والرؤيه الفنيه. الا اذا لقدام جاء تصور ثاني بيكون ده شيء ثاني شي لكل حدث حديث. ما في كلام. نعم اكيد الكابتن الفاتح واحد من المدربين الكبار، ويمكن ميزة الكابتن الفاتح النجر، وانا استضفته كثير ودائما بستمتع لما يكون هو موجود معي، شخص صريح واضح، ويعني ما من الناس اللي بيدسوا، يعني اكون معك واضح وصريح، مدرب يعني صراحه بيستحق كل الاحترام والتقدير. والله نحن كلجنه تطبيع وحسب توصيه القطاع الرياضي كابتن النجر نحن مؤمنين عليه تماما، ووجوده مهم جدا، ونحن في اواخر الدوري يعني صح. وهو كان مستمر يعني مستمر، والاستعدادات نعم. للفتره القادمه تبدا ربما تكون في نوفمبر او ده الموسم اللي هي المنافسات الافريقيه. نعم. فمدرب انا في الدوري انا تغير مصدر الدوري في تغيير في وقت زي ده لا منطقيه لا عدم يعني كفاته مقنعه بالنسبه لي انه انا الحاجتين الاثنين ما في كلام. نعم. انا قريت في الميديا يعني انه يعني الشعله احتمال يغادر للجزائر، هل عندكم لاعب من اللاعبين فعلا الشعلة او غيره في عروض او سمعته من اللاعب او من الناس؟ والله في عرض حسب ما علمت في تنوير من القطاع الرياضي انه في عرض قدم
الكابتن وليد الشعلة، ونحن في المجلس كلفنا أخواننا في القطاع الرياضي يجلسوا معاه وجلسوا معاه، وظنوا برضو رئيس النادي بحضور السيد أشرف الكاردينال الرئيس السابق برضو كان حضور في الجلسة دي، وتمت مناقشة ويعني تفاكر في الأمر، وإن شاء الله حيكون موجود. حيكون موجود. حيكون موجود. نعم. يعني تم تسوية الأمر، وأنه يعني إحنا حقيقة اللاعب لاعب خلوق ولاعب ممتاز ومستوى كويس، بنفتكر أنه هو مؤهل لأنه يلعب في أفضل من العرض اللي تقدم له. نعم نعم. يعني الهلال نادي عريق، نادي كبير، ودارين اللاعب المنن لو مشى يمشي لنادي فعلا يكون في مصاف عالمي. نعم. أكبر من النادي، مع احترامنا للفريق الجزائري، لكن بنفتكر أنه ده ما وضعه الطبيعي. نعم. أنتوا ساعدناه في أنه يا أخي يجتهد في أنه والله يجينا عرض من أفضل ليه هو قبل ما يكون لنا نحن. نعم. على اساس ما عندكم مانع، ما عندنا مانع في انه لقدام لو لقى عرض زي بعد سنه طور نفسه جاء نادي بيستحق انه يمشي له والناس حتوافق له. نعم. لكن طيب في الوقت الحالي مؤكد هو حيكون موجود ومحتاج له وحيكون موجود في الموسم ده. لا كلام جميل، شعله واحد من اللاعبين الممتازين ان شاء الله. ما دام تكلمنا عن الاخ اشرف كاردينال، نتكلم عن تم التسليم والتسلم مع والله التسليم والتسلم في لجنة برئاسة نائب الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة ونائب أمين الخزينة من لجنة التطبيع والأمين المكلف وبعض أعضاء مجلس الإدارة، هم هسه شغالين يمكن لهم زي 3 يوم، انتهوا تقريبا آخر يوم حيسلم السيد أشرف الكاردينال حسب كلامه العضوية للسيد الطيب العباسي المحامي بحضور لجنة التطبيع يوم الأحد إن شاء الله. نعم. فحتنتهي، لأن مسألة التسليم والتسلم ذاتها ما عاده انها تبقى بس في يعني ورقي وقع، في تسليم بتاع الجوهره، في تسليم الفندق، في تسليم اشياء كثيره جدا ملفات لابد انها تكون على ارض الواقع، وشغالين فيها ليل نهار. يعني يوميا بتبدا من الساعه 10 11 بتنتهي الساعه 5 حضور في النادي، تسليم وتسلم على ارض الواقع. طيب اذا تكلمنا عن الجوهره، عن الفندق، اذا تكلمنا عن ملف هام الميديا بتتحدث عنه، قناه الهلال، ماذا بشان قناه الهلال؟ والله قناة الهلال دي إلى أن يتم التسليم والتسلم، أنا أقول لك المعلومات اللي عندنا هسه. نعم. المعلومات اللي عندنا، القناة دي تابعة للسيد أشرف الكاردينال رئيس الهلال السابق، ويمتلك فيها 70% من الأسهم، والهلال عنده 30% باسمه، ودي العقود الموجودة وقاعدة. أي كلام فيها هسه بفتكروا ان احنا ما استلمنا، ما عارفين التسليم والتسلم تم، كل الكلام انه السيد اشرف الكاردينال رئيس الهلال السابق قال والله هو الغناء حتكون موجوده تساعد الهلال، رغم انه عنده 70%، وتسانده وتمشي معاه، والناس يشوفوا الحاصل شنو. بعد ذاك نحن كلجنه تطبيع نقعد نشوف العلاقه، نشوف هنا في قرار بتاع مجلس. حقيقه بعد الكلام ده ما قعدنا كلجنه تطبيع في اجتماع، بعد ذاك نقرر حولها، رؤيتنا ليها، التفاكر فيها، ويطلع فيها قرار من لجنه التطبيع. نعم. الرئيس صوبات زار الهلال، زار غداة الهلال، هل كان تمت يعني بعلم رئيس نادي الهلال ام كانت بغير علم رئيس نادي الهلال السابق؟ حسب ما اعلم بعلم رئيس الهلال، وتفقده معاه الامين العام باعتباره جزء من اساس الهلال، وجزء. نعم. من ممتلكات النادي او الهلال مساهم فيها ب 30%. نعم. رئيس النادي لازم يمشي الغناء يشوف سير العمل فيها، يتفقد احواله، يراجعها، يشوف فيها شنو هياكله، على اساس انه على الاقل حتى لو العقود قالت انه والله نحن عندنا 30% من حقنا نشوف. نعم. نتابع. نعم. نراجع. نعم. فمن هنا جاءت الزياره، وافتكر. نعم. زياره يعني في اطار عمله الرسمي وباعتباره رئيس الهلال والامين العام معه يعني. نعم. فده جزء من عملهم كرئيس وامين عام للمجلس يعني. نعم. للجنه التطبيع. نعم. الاخ اشرف يمكن قام بادوار كبيره في نادي الهلال، يعني لا ينكر انسان يعني الجوهره، يعني هو الان اعظم الاستادات بالسودان، فندق، لاعبين، اكيد عنده ادوار كبيره وعظيمه في نادي الهلال. والله يا اخي معتصم، شوف انا بفتكر اي زول اشتغل في مجلس الاداره، اي عضو، اي رئيس،
اي امين مال، اي سكرتير، اي زول عمل في الهلال ده اللي جاء مساعده في مجلس الاداره هو قدم. نعم قدم فناء الهلال ده منذ تاسيسه والى الان. اي زول في الهلال ده عنده دور مهم جدا وقدم عطاء ثري جدا وكبير جدا يجب انه يلقى مننا كل احترام وتقدير. نعم. على مر التاريخ نحن في لجنه التطبيع عهدنا على انفسنا انه اي زول قدم للهلال ما يجد مننا غير التقدير والثناء سواء المجلس السابق او المجالس السابقه بصوره عامه وهم كان احترام وتقدير واجلال لنا كممثلين لانه نحن في الفتره دي بنمثل الهلال ما يلقوا مننا كل التقدير والثناء ونحفظ لكل ذو حقه. نعم. وعطاه بقدر ما أعطى في ظروف ووقته اللي كان مسؤول من الهلال. نعم. ونثمن جهود كل الناس يعني. الهلال ده على مر التاريخ الناس قدمت أعظم الرجال وأعظم الإدارات وكل زول قدم بماله وذهنه وفكره وجهده ووقته على حساب أسرته. فتعظيم سلام لكل من عمل في مجلس إدارة نادي الهلال عبر التاريخ وعبر المجالس المختلفة بما فيهم المجلس السابق يلقى مننا كل احترام وتقدير في كل ما أنجزوه من عمل ونغدر ونثمن زي ما قلت لك كل الجهود اللي عملت يعني مال وكيتو جهده سهره كل زول في وقته نحفظهم حقهم ده يعني. نعم. خاصة في السودان نحن يعني يمكن بتقوم الأندية على أكتاف يعني ما في استثمارات ويا ريت نحن في لجنة التطبيع تتاح لنا فرصة أنه نكرم كل من أسهم في تاريخ الهلال ده. نعم. رؤساء سكرتارية أعضاء مجلس إدارات لجان مساعدة بيستحقوا حقيقة. نعم. يعني نعم. لأنه قدموا اجتهدوا دفعوا عرقوا سهروا ناضلوا في سبيل الهلال. يعني الهلال. نعم. وفي سبيل إسعاد جماهيره. نعم نحن أستاذ إسماعيل بنعرف يعني الأندية دي بتقوم على اكتاف الرجال وبيدفعوا من جيبهم زي ما قلت والظروف الموجودين فيها في السودان انديتنا من 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 زمان ما في استثمارات النادي ما عنده استثمارات ما يعني عنده مداخيل زي الانديه العربيه الاخرى في شمال افريقيا فبالتالي زي ما قلت انت اي اصغر اداري هو محل اشاده وتقدير اكيد مؤكد وإضافة لكده نحن نتمنى ان احنا كجماهير هلال ومشجعين وروابط وروافد حقيقة عندنا دور مهم جدا أنه نحن نسجل حضور وعضوية فعلة. نعم. عشان نكون كلنا فاعلين في الهلال ده. نعم. ونختار بعد ذاك حسب ما نحن عايزين. نعم. يعني النادي الأهلي عضويته غرابة 300-400 ألف صح بيسدد اشتراكات شهرية. نعم. تفي كل الالتزامات حقيقي نحن يا ريت وإن شاء الله نامل أنه نحن لقدام المجالس الجاية والمنتخبة تسعى في أنه تعمل عضوية فعلة تكون نشطة والهلال ده يعتمد على أبنائه وحقيقة كل الناس اللي قدموا نشكرهم لكن مؤكد الاعتماد على أفراد بتبقى مسألة صعبة جدا في الهلال. نعم. صعبة شديد يعني. نعم. وخاصة إذا بقت وبعدين خاصة في الأوضاع الموجودة في الاحترافية يعني المسألة الاحترافية دي دائرة حقيقة طريقة مختلفة من الطرق الزمان كنا الاعتماد على فرد أو فردين المسألة فيها صرف عالي جديد جدا وكبير ولعيبة محترفين وأجهزة فنية لكن جمهور نحن في الهلال يعني ممكن يكون دخلنا في الشهر 30-40 مليار. نعم. دي كلها جهود يا ريت نقدر نوفق فيها أننا فاعلة. نعم. أنتوا عندكم واحدة من القطاعات قطاع الاستثمار؟ عندنا قطاع هام قطاع الاستثمار برئاسة أخونا العزيز الفاضل التوم والمهندس رامي نائب ليو وإن شاء الله في اجتماعات المجلس القادمة سيقدم ورقة خاصة متكاملة عن الاستثمار رغم أن احنا عارفين فترتنا ضيقة لكن نجتهد نشوف بقدر الإمكان ممكن في نعمل شو في الفترة. نعم. قطاع حيوي ومهم عشان كده يمكن أهميته جات بأنه أخونا الفاضل رجل مهندس رجل صاحب أفكار نيرة معاول باش مهندس رامي يعني إن شاء الله يعني يقدموا حاجة ونحن في لجنة التطبيع نقدر نقدم معاون حاجة ولو بشكل يعني مختصر شديد في الفترة الوجيزة عارفين أنه ما لكن أهمية الاستثمار ودورة في التفعيل العمل في نادي الهلال عندها يعني أهمية كثيرة جدا في الوضع الموجود ده. نعم. فعشان كده يمكن أديناها اهتمام خاص كبير. وكبير. طيب أستاذ إسماعيل أنت يعني وأخونا الفاضل هو مساعد الرئيس في لجنة التطبيع. نعم. الأكيد يمكن نادي الهلال واحد من الأندية الكبيرة اللي يمكن محتاج استثمارات زي ما نادي المريخ أيضا الأندية الكبيرة وأنت ذكرت نقطة مهمة العضوية بتفتكر العضوية دي ممكن تكون استثمار كبير وناجح للأندية الكبيرة؟
استثمار ومورد هام جدا. ممكن تفعله انتم وممكن يكون عندكم رؤيه له؟ عندنا الرؤيه، لكن نحن حقيقه الاربع شهور دي ما يعني ممكن تضعوا لبنه مثلا، تتحدثوا عن انه ده اللي قدام مفروض يكون صعب، بس في الوقت الحالي لانه لجنه العضويه لجنه شبه منفصله، شبه ما نعم ما تابع لنا، نعم. لكن قد نعمل تصور يفيد لقدام، لقدام انا اقصد لقدام، نعم. في تصورنا في يفيد لقدام، نضع تصور بس. ده كلام جميل، لانه نعرض ممكن في اربع شهور نعرض للمجالس القادمه، نعم. لو رات انها تعمل به اهلا، يكون جميل. لو رفضوا المهم نحن نكون قدمنا شيء، لكن مؤكد في الفتره دي ما عندنا اي امكانيه نضع عليها تصور، لانه ما من مهامنا، بالاضافه لنا المرحله اربع شهور نعم. يا ريت نقدر نمسك في فريق كره القدم مع القطاع الرياضي، نعم. والنظام الاساسي والعضويه وتسيير النشاط والتجهيز للجمعيات بتاعت اجازه الجمعيه العموميه، النظام الاساسي زائد التحضير للانتخابات، نعم. في تحضيراتكم النقطه المهمه تسيير النشاط الرياضي، هل في لاعبين مسافرين او في لاعبين غير موجودين الان؟ او ما في لاعبين، وفي جمال سالم افتكر حسب رؤيه القطاع الرياضي تم تسوية موضوعه، وإن شاء الله في خلال اليومين القادمين ديل القطاع الرياضي حيصدر قراره ويوري أنه وصل مع اللاعب، ومؤمنين تماما لوجوده في الفريق بتوصية الجهاز القطاع الرياضي ولجنة التطبيع. طيب الحديث اللي بيدور عن أنه أنتم بتتفاوضوا مع مدرب عربي كبير لمستقبل الهلال، والله يعني حقيقة كلجنة تطبيع ما بقدر أقول لك أنه القرار ده صحيح ولا إرهاصات، لكن زي ما قلت لك نحن مؤمنين تماما أنه نحن في الفترة دي يعني موكلين أمر الجهاز الفني للكابتن الفاتح النجر. على المدى البعيد دي يمكن تفكير زي ما قلت لك دارين نحصر نفسنا في الحتة دي، أنه نحن حاليا ما بنفكر في أي مدرب أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة اللي قدام نفكر في أنه مدرب أجنبي تكون في مستشار له لاعب قدام لاعبين، لكن أسف الوقت الحالي في الزمن ده مؤكد أنا ما في تفكير جاد لمدرب أجنبي عربي أو في الوقت الحالي. طيب اللاعب الأجنبي لاعب بلاتينيوم جيس هلال يمكن قالوا خلال 48 ساعة حيكون في الخرطوم، هل الكلام ده صحيح ولا كلام ميديا؟ والله ما اقول ما حد يقدر تفصح، ما اقول كلام ميديا، بقول انه في بعض المعلومات بتكون ربما تكون في القطاع الرياضي تصنف في اجتماع المجلس بعد ذلك نحن بنكون ملمين بها، لكن معناه الكلام ده صحيح ما بقدر اكد ولا اقدر انفيه. نعم نعم، لانه زي ما قلت لك اختصاص بتاع القطاع الرياضي بيصني بتوصيته كامله لما خلاص تقبل ترتيباته كلها عمله. نعم، يعني الناس بتتحدث عن 48 ساعة، ونحن ان شاء الله ان شاء الله يعني يمكن لابد يكون في بعض الملفات خاصة. والله مساله القطاع الرياضي ده يا استاذ معتصم طبعا سريتها وحصرها في نطاق ضيق بتكون مهمه جدا، مهمة. الى ان ترتب امورك، نعم. وتصهر لقدام، لكن نعم. للإجازة، نعم. أو لإبداء الرأي، نعم يا أستاذ إسماعيل، يعني حتى نحن في الحصحيصة زمان في التسجيلات برضو أنت بتكون عايز تسجل لاعب يعني ما بتتكلم به بتقول والله يا أخي أنا لسه وكذا، فكلامك منطقي، وخاصة أنه أنتوا يعني الجهة اللي بيجيها في النهاية القرار، لأنه يعني إذا دخلتوا في التسجيلات برضو تبقى نفس المشكلة القديمة أو نكون والله نحن يعني كلجنة تطبيع بس شغالين شغل الكوره ومو مخلين القطاع الرياضي شغال شغله. ده كلام سليم، ونتمنى انه زي ما قلت انت قبيل. بتفتكر يعني اللاعب الاجنبي مهم؟ يعني انت قبل شويه تكلمت انه يكون عنده الفارق، هل لاحظت الحكايه دي في الهلال في الفتره السابقه؟ والله يا استاذ معتصم انا بفتكر انه اللاعب الاجنبي مهم جدا، نعم. لكن بعد ذلك بيبقى قدراته بياتو مؤهلات عشان يصنع له الفارق. نعم. انا عندي تيم ممتاز جدا من لاعبين، من جهاز فني، من جهاز طبي، من كده كل المقومات بتاعت دايلي زول يصنع الفارق بأمن عليه تماما، نعم كلام، لكن اذا زول هو ذاته حيجي يقعد له احتياطي بفتكر انه ما في فايده، ما عندها معنى يعني، نعم. اصلا
ولا ولا احنا اذا ما لقينا لاعب بيصنع الفارق ما حنسجل، ما حنسجل نعم، خالص ما حنسجل نعم، مؤكد. ده مش قرار حقيقي، لكن ده قرار خلينا بنفتكر انه والله الزول اللي بنجيبه ده يكون يصنع لنا الفارق. والقطاع الرياضي مؤمن تماما على المساله دي. اذا واحد اذا اثنين اذا ثلاثه، اذا واحد اذا اثنين اذا ثلاثه، اذا بقوا اثنين اخير من يكونوا اكبر عدد، يعني القضيه تكبر كم وليس كيف. نعم. كيف وليس كم، وليس كم. يعني نعم. العدد اربعه ممكن يكونوا اثنين احسن لهم من اربعه، اذا بيلعبوا اثنين نعم يبقى ما في داعي اجيب اربعه، ما في داعي صح، اجيب ثلاثه لازم يلعبوا. نعم. الا لا قدر الله يكون مريض، يكون في ظروف بتاع السفر. نعم. لكن يكون او لتكتيك معين للمدرب او دي حاجه ثانيه، لكن يكون قاطع زي ما قلت، لكن يكون مكانه التيم الاول. نعم. اول 11 ديل هو فيهم. نعم. انت تابعت الفترات السابقه في انديتنا السودانيه عدد كبير جدا من اللاعبين الاجانب موجودين، استفدتم من هذه النقطه؟ مؤكد مؤكد نحن نستفيد، وحتى المجلس السابق في الفتره الاخيره يمكن استفاد منها. حتى نعم. مستوى التسجيلات ما كان بالكم الاول، ما كان يعني يجيب له ست في الاول، كان في ستة لاعبين، في النهايه بيجوا اربعه بيجوا كده، لانه لازم تقلل تكبعه، لان المساله بتاعت كيف وليس كم يعني. كم نعم. فانا نعم. اجيب لي اثنين قاطعين ثلاثه قاطعين بيكون افضل لي من سته. نعم. يتحدثتم عن شيبوب ولا ما في؟ برضو يعني القضية يمكن هو حسب أنا ما علمت أنه شيبور ماشي الجزائر، ماشي الجزائر، لكن برضو ممكن يكون القطاع الرياضي على اتصال به. نحن يعني إن شاء الله في اجتماع اللجنة القادم حتجينا رؤية إيضاحات كده عن بعض الحاجات، بعد ذلك ممكن تكون معروفة. عندكم الآن لاعبين أجانب موجودين في الكشف؟ عندنا لاعبين جمال سالم وثاني معه في دي كابو ولا في لاعبين، في لاعبين، في لاعبين حيكونوا يعني موجودين ولا برضه بعد اللجنه الفنيه؟ برضه هي طبعا كل التنقلات ده نحن هسه في نهايه موسم. الجهاز الفني والطالب مطالب انه يجيب تقرير متكامل، وهم حيدرسوه وينقحوه مع الفنيين والاختصاصيين، يرفعوه في توصيه انه والله في التنقلات منو اللي حيستمر منو ما حيستمر. نعم. اللاعب المحلي يمكن يا استاذ اسماعيل الناس تقعد معاه وتقنعه، لكن المحترف شويه خاصة في الناحية المادية، هل اللاعبين الأجانب قعدتوا معاهم ولا سويتوا مستحقاتهم المالية أو؟ والله في جمال سالم ده قعدوا معاه الإخوة في القطاع الرياضي ووصلوا معاه لبعض الحلول وماشيين في تنفيذها. نعم. خلال الأيام الجاية. بالنسبة في بعض، تقصد أنت بعض المشاكل اللي حاصلة للاعبين الأجانب؟ نعم. القضايا؟ نعم. هي القضايا طبعًا حسب ما جاء في التسليم والتسلم أنه في بعض اللاعبين تم تسوية مواضيعهم تمامًا. في لاعبين قضاياهم في الكاس دي طبعا لسه معلقة، ما بتدفع لحد ما يمكن يطلع فيها قرار. نعم. في بعض المستقعات هي واجبة السداد هسه، وإن شاء الله المجلس حيسددها فورا. نعم. نعم. طيب في حديث عن ديون الرئيس السابق، هل فعلا وصلتكم ديون نادي؟ التسليم والتسلم ما انتهى، ما انتهى. أي. يعني الكلام ده ممكن لحد يوم الأحد يظهر أنه الديون، رغم أنه امس بالامس كانت في جلسه وهو قرر انه هو ديون دي الجوهر الزرقاء متبرع بها للهلال، وعنده بعض الديون حيتبرع بها برضه للهلال. نعم نعم. جابهتكم مشاكل في الفتره دي يعني اي من اي شكل من الاشكال؟ وانت يمكن لكم 10 يوم. والله هي المشاكل شبه يعني يومية وكل ساعة وقادرين نتفاعل معها وبتمشي يعني. المشاكل ما مشاكل مستعصية، لكنه يعني تسيير دور العمل ذاته فيه صعوبات، فيه حاجات، لكن الحمد لله قادرين نسيطر عليها وماشيين بصوره بنفتكر نفسنا مقتنعين بالعمل اللي بنعمل فيه، لكن مضني وشاق، لكن امانه تحملناها ونتحملها للاخر للنهايه. يعني ما في كلام. التسليم والتسلم ده تاخير وما برضه ما بعيقكم شويه؟ هو ما تاخير بقدر ما اجراءات. يعني هو ما تاخير، ما تاخير اجراءات. اجراءات استاذ معتصم عشان تستلم الجوهره الزرقاء بكل ملحقاته وتستلم الفندق بكل ملحقاته وتستلم كل المخازن. المساله كبيره، دايره اجراءات ودايره. نعم. في دكاكين مؤجره وفي كده وفي كده كل الحاجات، انت بتستلم الملفات كلها. نعم. فالمساله ذاتها بالعكس يعني ما في اي يعني تأخير. المساله ذاتها صعبه، التسليم والتسلم صعب، طريقته واجراءاته هي. وانتم لكم 10 يوم بس. بس يعني العشرة يوم دي في ناس كثير بيشوفوها لسه، الناس مستعجله، بتقول لهم شنو؟ والله نحن باقي لنا 110 يوم لسه. اي نعم. وحتى
حقيقة نحن سعيدين، أزول سعيد شديد جدا بأنه يعني ما تتخيل كمية الاتصالات اللي بتجي من كل الجنينة، نيالة، الفاشر، اللبيض، مروابة، كسلة، الضعين، زالنجي، كوستي، ربك، القضارف، منطقة الجزيرة الشمالية، دونغولا، يعني بيسألوا التسجيلات، الهلال، مستوى الاهتمام ده، رغم أنه الاتصالات بتكون هي صعبة لكن مفرحة أنه والله الهلال ده عنده شعب بيحبه، شعب بيتمنى له كل الخير، وإن شاء الله ربنا يقدرنا في لجنة التطبيع أن نقبل على قدر تطلعات وطموحات يعني شعب الهلال الممتد في داخل السودان وخارج السودان، اتصالات من السعودية، من أمريكا، من التسجيلات، الحاصل شنو الهلال، يعني اتصالات يومية هي بقدر ما هي كثيرة وضاغطة لكن مفرحة أنه والله يا أخي شعب الهلال ده وتفاعل والناس كلهم مهمومين بالهلال وقضاياه، فدي ذاتها بتديك دفعة في أنك أنت تجدد روحك، تجدد اهتمامك، وأنه كيف يساندوك في أنك أنت تتحمل المسؤولية دي، لأنه المسؤولية حقيقة كبيرة، نسأل الله أن ربنا يعيننا فيها، لكن صعب أنه يتحملوها 9 أشخاص، دائرة ملايين الأشخاص، لكن بوجود الناس كلها معانا، بسند معانا، جماهير، أخطاب، كل الخبرات السابقة في مجالس الإدارة نخطهم قدامنا، نستفيد من خبراتهم، نستعين بهم، ده بيدفعنا كثير جدا في أنه نحن ننجح في مرحلتنا دي. الإعلام دوركم شنو تجاهه؟ عندكم صحيح مؤتمر إعلامي أو؟ عندنا في البال منسقية إعلامية، وعندنا تعميم يعني اجتماعات لجنة التطبيع كلها بتمشي للمنسق الإعلامي زايد موقع الهلال، على أساس أنها تكون متاحة لكل الناس، كل الصحف، كل القنوات المرئية المسموعة، كل الميديا تكون متاحة لها، ما في يعني حكر لزول ولا نحن على مسافة، ما في اختيار من كل صحيفة أو ولا ده لابد يكون موجود، والله في الحسبان أنه نحن إذا جسم ده يعني بمساعدة أخواننا الإعلاميين بيفتكروا أنه الجسم ده مفيد، نحن بالعكس في المجلس يعني غررنا أنه فتح قناة تكون شاملة لكل الناس يقدروا يتعاملوا معه، نوصل معلوماتنا، يوصلوا لنا معلوماتنا، النقد الهادف البناء مرحب به، لأنه ده مرآة حقيقية نحن دارين نستفيد منها في أنه نشوف أخطائنا وين نصلحها بكل قلب مفتوح، يعني ما عندنا أي مشكلة في أنه نتقبل النقد بصدر رحب من أجل التصليح لمصلحة الهلال. طيب أنا دار أشوف يعني الإعلام أنتوا حتنظروا به إعلام هلالي ولا الإعلام بصفة عامة؟ والله هي لازم تكون الإعلام بصورة عامة، بصورة عامة كتغطية إعلامية، بصورة عامة أنه ده الإعلام العام، الخصوصية بتجي كله زول وهو كهلالابي متابعته، وجوده في النادي، وجوده مع لجنة التطبيع، لكن كخبر كأشياء لمجلس الإدارة دي مفترض تكون لكل الإعلام العام، الخصوصية بتجي بخصوصية أنه دول هلالابي، ده إعلام هلالي يلقى مننا كل التقدير والحب، ونأمل أنه يكونوا داعمين لنا في المرحلة الجاية حتى نعبر، لأنه في النهاية القضية قضية رياضة بصورة عامة والهلال بصفة خاصة. تكلم سليم. طيب نحن لو تابعنا في الأندية الكبيرة، يعني دائما نضرب المثل بالفريقية القمة، دائما بتكون في معارضة، والناس بتتكلم عن انه الناس تلم كل الناس وتقعد الناس كلها في ترابيزة واحدة، هل الان انتم شغالين شنو عشان، وانت قبل شوية تكلمت كل الادارات السابقة، هل شعرين انه في ناس معارضين؟ والله يا اخ معتصم، هو طبعا الاجماع ده صعب يعني اكيد، ولا نحن طامحين كل الناس تجمع علينا، لكن قصدنا من جمع الناس ده ليس يعني تفتيت معارضة أو ما تكون في معارضة، أنه أي زول يكون عنده وجهة نظر نتفاكر معه في أنه نصنع القرار في الهلال كده، نعم جماعي جماعي، نعم. لكن بعد ذلك إذا في أي معارضة بناء أو تهدف تنقض المجلس دي مرآة حقيقية، يعني بالعكس نستفيد منها شديد جدا، مطلوب، نعم. ومطلوبة، ونامل أنها تكون يعني بحجم الهلال في أنه تعيننا، تنتقدنا في أي حاجة خطأ، توجهنا، دي حتة مهمة جدا لنا، لكن القصد في أنه نحن نجلس مع كل الناس زي ما قلت لك من أجل أنه كلهم يكونوا مشاركين بفعالية في صنع القرار للهلال، حتى لو بالنقد، حتى بالنقد، نعم برضو يعتبر مشاركة، اجتمعتوا وقعدتوا عملتوا الغلط، نامل أنه اللي قدام نصلح، ده كلام سليم، أصلا كل الناس خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، نعم. الخمسة نقاط اللي انتم مكلفين بها كلجنة التطبيع، بتفتكر في نقطة معينة بتشكل عقبة او هي اصعب من النقاط الاخرى؟
والله ما بفتكر انها في نقطة صعبة اصلا. كل نقطة عندها مهامها وعندها مسؤولياتها، وان شاء الله في انا اثق تماما في قدرات كل الاخوة في لجنة التطبيع، انه على قدر المسؤولية وقدر التحدي، بوعي شديد جدا، بادراك شديد لمهامهم وبحبهم للهلال وبتفكيرهم الناضج انها تعبر. ما عندنا اشكالية في انجاز كل المهام دي، رغم انه الوقت ضاغط والمسؤوليات كبيره، جل الاهتمام يمكن فريق الكره ياخذ مننا مساحه كبيره جدا، لكن النقطه اللي هي في النقطه الخامسه طبعا هي ان احنا بالنسبه لنا زي ما قلت لك حياديه اللجنه بتاعت العضويه دي، ده كله مهامنا، لكن بقيه المهام دي كلها مسؤولياتنا، وان شاء الله نقوم بها على وجه الاكمل. ولجنه العضويه ان شاء الله برضه احنا حنكون على مسافه واحده من كل الاجسام، وبعيدين منها في حياديه تامه، لا نتدخل في شغوله، لا نتدخل في صلاحيات. الطيب العباسي زول محامي ضليع هلالي، يعني خبره وبيت خبره كامل، يلقى مننا كل الاحترام والتقدير، يورينا الموجهات ويدونا شروطه واشتراطاته، وما علينا الا نحن في المجلس نكون عون له بالاشتراطات العايزه بدون اي تدخل في اختصاصاته كلجنه بتاعت عضويه. نعم والله احنا بنرسل له الاخ الصديق الطيب العباسي، اخو صديق، بنرسل له تحيانا وبنتمنى له التوفيق باذن الله سبحانه إن شاء وتعالى. الله. ان شاء الله. استاذ اسماعيل، اللي انا قريت برضو انه كل 48 ساعه حتكون في مباراه، ما بتفتكر دي مرهقه؟ يعني الزمن ضاغط لكل الانديه، يعني انا مش بتكلم عن النادي الهلال فقط، لكن هل بتفرز بطل حقيقي؟ يعني ما بتفتكر انه في انديه الان ما بدات استعدادات، في انديه خارج الخرطوم، يعني فيها كثير من المشاكل؟ والله يا استاذ معتصم، هو نحن هسه بنتكلم في وضع شاذ، يعني الوضع شاذ ده، يعني في خلاص بقى شاذ في 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 برمجته، ولازم ننفذ نعم. يعني انت عشان تنهي الدوري ده قبل اكتوبر، نعم، يبقى لازم تعمل كده. بقى وضع شاذ في كل ما تحمل المعنى. الاستعدادات، الانديه كانت غايبه، الكورونا، هسه جات السيول الفيضانات، يعني وضع استثنائي، في برمجه استثنائيه، نعم، الناس تتقبلها الناس تتحملها نعم تتحملها. طيب سؤال اخير بقول لك، باقي لك 30 ثانيه. الكاس الدوري الممتاز الموسم السابق كان في حكم من كاس للمريخ، هل سلمتوه للمريخ؟ وكمان طلبوا اظن الحافز المادي، انا ما اعرف، لكن بعض الاشياء اللي انتم استلمتوها هل سلمتوها ولا ما جاكم طلب لغايه الان؟ نحن كلجنه تطبيع ما جانا طلب، ولا زي ما قلت لك التسليم والتسلم ما انتهى، عشان نشوف الخطاب ذاته الجري للهلال نفذوا ما، يعني حقيقه ما هو ما تنفذ في اللجنه السابقه، يعني لا حتى الان انتم ما وصلكم، ما وصلنا، ما يعني مش ما وصلنا في التسليم والتسلم، بيجينا حاجه عن تسليم الكاس والخطابات، نحن ما استلمنا. عشان عندكم اختار من الاتحاد العام؟ نحن كلجنه تطبيع نعم، ما جانا اختار لكن قريته قريته في الميديا. اقول لك بصراحه، نعم، انا شخصيا ما قريته. طيب انا قلت لك، كلمتك الان، وانا ما عارف، يعني يمكن في حديث بيدور في الميديا انه الخطاب مشى للهلال، وهو اللجنه التطبيع بتاكد انه الخطاب ما وصل نادي الهلال، ومش قد يكون وصل المكتب التنفيذي، لكن انتوا كلجنه ما تناقشتوا فيه ولا مؤكد؟ اذا الخطاب جاء عندنا اجتماع مجلس لجنه التطبيع، حيكون في قرار بخصوصه، وبعدك يطلع للاعلام. انا بحيي كثير جدا الاخ اسماعيل عثمان، نائب امين عام لجنه التطبيع نادي الهلال. شكرا لك كثير اسماعيل، كتر خيرك وكتر خير قناه الشروق، وان شاء الله نكون يعني طلبتنا خفيفه ومفيده للمستمعين، خفيفه والمشاهدين ان شاء الله، ومفيده حقيقه. كتر خيرك، ونحن سعداء بك وسعداء بكل لجنه تطبيع الهلال، وايضا ان شاء الله الفترات القادمه، يمكن في الفتره السابقه كنا مع نادي الهلال، لانه حقيقه كان هناك كثير من الاشياء لابد ان نناقشها، وان شاء الله الفترات القادمه يكون مع نادي المريخ، وحتى نلتقي في حلقه اخرى. لكم دائما احلى تحيه.